ترتيب مزيج من طرف أندري. استرجع كرة من المنتخب البرازيلي من الجهة اللي حكيم زياش تدخل وإبعاد الكرة. كان تدخل من عجيل من النجوم هدفيا، كذلك نقل اللي كان متميز. حدث كبير، يوسف نصيري لعب 7-0 أمام السنغال بعدما كان الفوز ديال المنتخب المغربي 3-1 أمام جورجيا. الكرة ياسين بونو، ياسين بونو كرة في الجهة اليسرى، تينو حكم بمنع خطأ. سفيان أمرابط اللي عزيز أولاحي اللي قلت بأنه اختار مكان ديال مدرب تيتي. ثلاثة ديال المواسم بعد خروج من دور المجموعات جاب هذه المحاولة من الجهة أولاحي. هذا كان لعبوا أمام منتخب حكيمي جوج دقائق وقت حول لاعبين المنتخب البرازيلي أنه يبحثوا على المساحة. حكيمي حاول يمرر ولكن هذا تدخل ممتاز ياسين بونو بلا الخنوس، بلا الخنوس خلف داخل منطقة الجزاء. كان تدخل أمام اللاعب بنفس يوسف العنصيري، يسدد الكرة كتضرب في دفاع المنتخب وتدخل حارس ويفرتون. فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. هذا أول هدف في مرمى المنتخب في فرنسا 98. كانت المباراة الأولى أمام النرويج تعادل. تدخل الدفاع دائما فرصة تدخل ويفرتون. ما كاينش هناك خطأ عز الدين أولاحي، هناك دوسانتوس وكذلك لاعب